بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا في قناتكم التعليمية مدرستي في بيتي. فيديو اليوم في مادة اللغة العربية، وهو كيف أفرق بين المضاف إليه والصفة. إن كنتم تجدون مشاكل في التفريق بين المضاف إليه والصفة فتابعوا هذا الفيديو. ترقبوا مستقبلا فيديو الفائزين في سباق التميز. للتواصل معنا عبر الانستغرام أو فيسبوك أو الإيميل. تذكير: ما هو المضاف إليه؟ وما هي الصفة؟ المضاف إليه اسم يحدد نوع الاسم الذي قبله وهو المضاف، وهو اسم معرفة أو ينتهي بتنوين كسر. أذكر أن المضاف إليه دائما اسم معرفة أو ينتهي بتنوين كسر، وهو أيضا دائما اسم مجرور. لنتابع هذه الأمثلة عن المضاف إليه. ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، يوم ماذا؟ يوم الدين. إذن الدين مضاف إليه. ليلة القدر خير من ألف شهر. من سورة القدر الآية 3. ليلة القدر، ليلة ماذا؟ ليلة القدر. إذن القدر مضاف إليه. خير من ألف شهر، ألف شهر، ألف ماذا؟ ألف شهر. إذن شهر مضاف إليه. أذكركم أن المضاف إليه اسم المعرفة أو ينتهي بتنوين كسر. يومئذ تحدث أخبارها. من سورة الزلزلة الآية 4. أخبار ماذا؟ أخبارها. إذن ها مضاف إليه. إذن المضاف إليه دائما اسم معرفة، وهذا المعرفة ممكن أن يكون معرف بالألف واللام أو يكون ضمير. ما هي الصفة؟ الصفة اسم يأتي ليبين صفة اسم قبله يسمى الموصوف. الصفة تطابق الموصوف في الرفع والنصب والجر. الصفة تتبع الموصوف في التنكير والتعريف وفي الإفراد والتثنية والجمع.
جر. قيمة صفة للصراط. عليهم ثياب سندس فيها عين جارية. جارية هي صفة العين. فلينظر الإنسان إلى طعامه. الهاء هنا ضمير وهو مضاف إليه لأنه يحدد نوع الطعام. فهو في عيشة راضية. راضية هي صفة لعيشة. فهو في عيشة راضية. وصل. وهذا التدريب حول المضاف إليه والصفة. اذكر إن كان الاسم المحاط بدائرة مضافا إليه أو صفة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. من سورة النوح الآية 25. مبين، هل هو مضاف إليه أو صفة؟ دائما لاحظوا أو انظروا إلى الاسم الذي قبله. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. من سورة القلم الآية 17. الجنة، هل هو مضاف إليه أو صفة؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. من سورة القيامة الآيتين 1 و 2. القيامة، هل هو مضاف إليه أو صفة؟ اللوامة، هل هو مضاف إليه أو صفة؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من سورة المزمل الآية 5. ثقيلا، هل هو مضاف إليه أو صفة؟ حل التدريب الآن. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. مبين، لاحظوا أن مبين تصف النذير. نذير مبين. ومبين عفوا، نذير نكرة، مبين نكرة. نذير مرفوع، مبين مرفوع. مبين يصف النذير. إذن مبين صفة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة. الجنة محرفة وما قبله نكرة. الجنة ينتهي بكسرة ولا يتبع الاسم الذي قبله. إذن الجنة مضاف إليه. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يوم القيامة. يوم القيامة. القيامة مضاف إليه. ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة. اسمين معرفين وأيضا مجرورين. إذن اللوامة صفة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا ثقيلا. ثقيلا صفة. الآن نماذج لإعراب المضاف إليه والصفة. أعرب الجملة التالية إعرابا تاما. يطوف الحجاج حول الكعبة. يطوف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
الحجاج فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الكعبة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الجسد الظاهرة على آخره. الجملة الموالية، أعرب الجملة التالية إعرابا تاما. فاز الطالب المجتهد. فاز فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو موصوف. المجتهد صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. الجملة الموالية، أعرب الجملة التالية إعرابا تاما. تساعد البنت والدتها. تساعد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. البنت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والدتها، والدة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أعيد، والدة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. والها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم، نرجو أن تكونوا استفدتم منه. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ودعمنا بإعجاب أو تعليق. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.